استعراض مباريات اليوم النهارده في اربع مباريات في الجوله الختاميه لدوري المجموعات بطوله اليورو 2020. الساعه 6 عقب الحلقه مباشره في مباراتين في نفس التوقيت، سلوفاكيا هتلعب مع اسبانيا والسويد هتلعب مع بولندا. الساعه 9 وفي ختام هذا اليوم مباراتين ايضا في نفس التوقيت، المانيا مع المجر والبرتغال مع فرنسا. المجموعه الاخيره دي مجموعه قويه جدا، المجموعه السادسه فيها مباريات قويه. المباراة الأخيرة ألمانيا والبرتغال 4-2، فرنسا بطلة العالم، البرتغال بطلة أوروبا، مجموعة قوية جدا. أعتقد هيكون ثلاث فرق متأهلين بالتأكيد من خلال هذه المجموعة، لكن النهاردة هيكون ختام مباريات اليورو. كوبا أمريكا، كوبا أمريكا النهاردة طبعا مباريات في السهر، عارفين فرق التوقيت ما بين مصر مع البرازيل. الساعة 11 مساء اليوم الإكوادور هتلعب مع بيرو، والساعة الثانية من منتصف ليل الغد كولومبيا هتلعب مع البرازيل المستضيفة لهذا الحدث. وكوبا أمريكا بالتأكيد مباريات فيها إثارة وندية وقوة، لكن بتكون المباريات بتظهر أكتر بقوتها بعد مرحلة الدور ربع النهائي أو تحديدا نصف النهائي ونهائي كوبا أمريكا.